تحت سقف واحد، يلتقي العشاق معشوقهم وفي جعبتهم حنين وشوق. هنا معرض الرياض الدولي للكتاب نحو وجهة جديدة وفصل جديد، عنوانه أضخم معرض للكتاب في تاريخ المملكة، بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعالمية من 30 دولة مختلفة. تنوعت إصدارات الدار في مجالات مختلفة متنوعة، ما بين إصدارات الأدبية الفكرية الثقافية في مجملها، كذلك المجال الاقتصادي كانت في إصدارات للدار متخصصة في هذا المجال، الكتب المختصة في اللغة تحديدا، ترجمات تشكيل الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة كتب عبارة عن شراكات مع بعض المؤسسات التي أصدرت بشكل خاص في مجال اقتصادي تحديدا، وبعض الكتب المنوعة في مجالات بشكل شمولي. مكتبة صوتية تختصر الكثير من الوقت، فهي تضم أكثر من 5000 كتاب يمكنك سماعها بدلاً من قراءتها. الكتب الصوتية والكتب الرقمية هي المستقبل لأي قطاع. اليوم القطاع الرقمي قاعد يتطور في جميع الصناعات، وصناعة الكتب هي صناعة من هذه الصناعات. المعرض شامل في جميع التفاصيل، من كتب ورقية إلى كتب إلكترونية وإلى كتب صوتية. تحفيز الخيال وإثراء المحتوى العربي حاضر هنا في هذا الركن. مشاركة مانجا العربية قائمة على 3 مناطق، المنطقة الرئيسية فيها بوث موجود فيه الأعداد وشرح للتطبيق من خلال أجهزة تابلت، بالإضافة للركن الطفل اللي قائم على الرسومات والأعمال الخاصة بالطفل كترفيه، بالإضافة للركن الحكواتي اللي يحكي فيه القصص المحلية اللي تتضمنها المجلة، من الولد الضب إلى مستكشفو إكسفينشر وبس. أنا أهتم في التراث العربي والكتاب العربي والمعلومات المفيدة والمعلومات الجيدة للنشأ، للأطفال، للشباب الصغار يعني. يعد هذا الكرنفال الثقافي الأول على مستوى العالم العربي في حجم مبيعات الكتب، والذي تحل جمهورية العراق ضيف شرف في هذه الدورة. لقناة الإخبارية خالد التميمي، الرياض.